ماني المارد اليوم، ما على بالكمش تبعونا بس تعرفوا وين رانا. مدينة الجمال والتنوع السياحي بين غابات وشواطئ ساحرة، وعلاقة تاريخها من عهد الفينيقيين إلى زمن الويندال والرومان. من قصبة دلس تشوف طراز معماري فريد، وزاد بهاها منارة برج الفنار اللي تضوي على كنوز أثرية وتاريخية. شاهد على النضال الثوري لأبنائها في حرب التحرير المجيدة حتى تسمت بعاصمة الحكومة المؤقتة. يو شوفوا واحد المينوجة تلاقيت بيهم هنايا في بومرداس حال شابي. شوف ايش كذا معايا، واش راكي؟ لا بس الحمد لله. صافا لا بس مليحة. واسمك؟ رازين. ونيس. مهدي. رانيا واش راكي؟ لا بس الحمد لله. صوفي بشحال في عمرك؟ 7 سنين. شحال وريلي شحال في عمرها؟ 11 سنة. شتو قاتلك باش نكبر لازم ناكل كثير من الطعام. الطعام الكريشة تتعمر وتكبر. رفيدة راكي صايمة اليوم؟ راني صايم باينة. اه على بالي بالك ما تصوم بالك تجوع تاكل. اه نصوم بالك تاكل بلا ما يفيق لك. مازال نهار بنهار ولا كل يوم اكثر؟ نصوم كاع. وغلبك شويه رمضان صح؟ انا نفطر نقدر نفطر بلا ما نفيق. كيفاش تفطر فاهم هالي هذي؟ تفطر بلا بالك ناكل بلا ما نفيق. ها نشرب بلا ما نفيق ناكل بلا ما نفيق. ايه وتانيك؟ نشرب حليب. صح اقول لك تعاونهم انت في الدار شويه. شكون يعاون بزاف؟ انت ولا هي؟ كيف واش تعاونيها واش ديري معاها؟ نسياق نغسل الماعن. ايه وتانيك؟ نغسل لها الماعن. ايه وتانيك؟ نغسل لها الحوايج. ثم تقضي لها دير الماعن دير طيب خاطيك. من داك نعاونها زعما في لي سوفلي كيطيب لي سوفلي. ايه وتانيك؟ ما نعرفش طيب الشوربه. دير البوراك. بوراك. ايه وتانيك؟ ندور البوراك. ندور البوراك. ندورو هكا. انا زعلوله يا ندور البوراك. ندورو فهاد يروح واحد كي نوجدو يدوهم. ايه وتانيك؟ الشربه والبوراك وتحلى الحياه. ماما باهية طاجي نجبن راكي تعرفي بحال راهي بنينه. هذاك مكان. هذاك مكان. كان زبله ولا بيتيس درتوها في الطياب ولا قبل الطياب ولا في رمضان؟ اختر ويستكتي يحكي لنا انا حابين نعرفه. خليت بزاف الملح. تفي بزاف الملح ماما زعفت بزاف عليا. طيحت واحد الكاس ماما تموت عليه. ماما بهدلتني. إيه؟ ماما سمحي لي. صح قول لي ونيس واش تعرف على ولايه بومرداس؟ بومرداس شغل كبيره وشغل قاي تعرفوا فيها الجامعات فيها مناظر خلابه فيها معالم بزاف سياحيه. واو! فيها غابه مثل غابه زموري تتميز بمناظر شابين فيها بحار. أعطيني كاش بحار تعرفي بو مرداس اللي تروحي اللي تعومي فيه؟ غون بلو. النخلات. زعما السياح شحال يجوا؟ نسبة السياح كبيرة. كاش 100 واحد في الشهر كان؟ 100 واحد؟ ما يلحقوش 100 واحد بلاك. كيف في الصيف يجونا البحر مكلاطي بحر أنا غير باش نمشي ما كاش 100 واحد. قولي لي مليون زوج ملايين. أنتم شنو هما عاداتكم وتقاليدكم في ولاية بو مرداس في رمضان؟ نشرو قلب اللوز نتفرجو مسلسلات الكوكب كلش مع الليل نروح للجامع بس. مليح مليح مليح. صلي التراويح. اه عرفتوا وين رانا؟ في ولايه بومرداس. شفتوا شحال شابه؟ شوفوا نخليكم تتعرفوا على السؤال ونروح نحوس على الاطفال باش يشاركوا معايا فعلا كيربحوا هدايا اليوم. وكي اكيد قراي رزان مازالي انا صغيره. ماشي هذا هو السؤال تاعي. راح تشارك معايا في برنامج الفانوس، ولو كان تجاوبي على السؤال تاع نهار اليوم راح يفوز بهدية. جماعة اللي راي تتفرج من هنا اللي عنده الجواب يخلي عنده بالك هو يربح. السؤال تاعي راح تذكرينا ثلاث أسماء أبناء السيدة فاطمة
بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. مصعب شوية هذيك الصغار هادو، بس على الغالب لازم نعطي لهم السؤال باش يستفادوا في نهاية الحصة يعرفوا الجواب. بصح بالك تجيبوا وين على بالنا. خمو شوية مليح تقدروا تجيبوه. نعرف اسمائهم يجي يتشابهوا. ايه صح. نعرف ولاد الرسول. لا حفاظ نسحقوا على ابناء سيدة فاطمة. نعرف ثلاثة. ايه انا قلت لك اذكر لي ثلاثة منهم. الحسن. ايه زيد. على باليش. خمم مليح. نعرف البركانة. زيد اعطيك قلت لي ثلاثة. الحسن والحسين. قا واحد. هي خمي شوية، خمي يقلب الجيب. ما قريتوهاش؟ ها؟ فرصة أخرى. يوسف؟ لا. مازال اسم واحد. الحسن والحسين ونعمة. خمي مليح شوية، خمي. بالي. نعمة مكاش. خمم مليح. مصطفى. أين حسبوا لها طاوس؟ أين حسبوا لها؟ خمسة، أربعة، ثلاثة، زوج، واحد. تبع البرنامج الفانوس، في نهاية الحصة راح تشوف الإجابة. قولي نعود لك السؤال. ذكري لي ثلاث أسماوات لأبناء السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن. إيه. وحسين. إيه. ومحسن. والجواب صحيح. يضرب لي واحدة. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. صحة فطوركم وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة سحوركم وكل عام وانتم بخير. صحة رمضانكم، ان شاء الله تجوزوه مليح وتصوموا مليح وتاكلوا مليح وكلش. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم. صحة رمضانكم. صحة فطوركم. صحة رمضانكم. كما شفتوا اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه فوركيز، برنامج الفانوس اليوم كان في ولايه بومرداس. مع اللي يقول لكم صحه فطوركم، نلتقي في ولايه اخرى.